من البنات ومرحبا بكم معايا في وصفة جديده. اليوم غادي نديروا البغرير على طريقتي. درك نحتاجوا 3 كيسان ونص تاع ماء، درك نزيد النص تاع الماء، 3 كيسان ونص تاع ماء، نص كاس تاع فارينة ونص كاس تاع فارينة وزوج كيسان تاع سميد ناعم، يعني سميد رقيق فان. ونحتاجوا للملح ونحتاجوا لاليفير تاع الكاطو ونحتاجوا اون كويير كافي تاع لاليفير بلونجير. درك نعاود المقادير. اون ا بيزوان دو 2 فير دو سيمول فين، un demi verre de farine, 3 verres de l'eau tiède, 3 verres et demi de l'eau tiède, 2 sachets de la levure chimique, du sel et de la levure boulangère, une cuillère. Donc, on va commencer avec les maqadir, à la barakatillah. Donc, les bnet, comme vous le voyez, nous avons le blender, on va mettre 3 kissan et 1 ta'ma, kissan à la taille ou la kissan à la... كما بغيتوا ليسونسييل كيسان اللي تعبروا بهم الماء، تعبروا بهم الفارينه وتعبروا بهم السميد. دونك قلنا 3 كيسان ونص، جوج، ثلاثة، وهنا غادي نزيد عاود نص كما راكم تشوفوا البنات. ثلاث كيسان ونص، نديرو زوج كيسان تاع الشمول اكسترا فان ولا فان، نزيدو معاها الملح، الملح كل واحد ويدير على حساب الرغبة. ونديرو نبدا نديرو هي يدور ومن بعد نزيدو معاها الفارينة والخمارة. دونك هنايا غادي نشعل غادي نزيدو البنات زوج تاع الخمارة ونخلوه يختمر، نخلوه يتخلط ديالي كوم يلفو واحد 5 مينوت ومن بعد نحبسو عليه الطفي سوا تخلوه يخمر سوا تقدرو تخدمو بيه دو سويت كما راكم تشوفو. غادي نزيد نخلطه شوية وغادي نولي معاكم وتشوفو المقدار صغير كيفاش يعاود يدوب. فوالا البنات كما راكم تشوفو كي خليته يضرب بيان كوم الفو، خليته يضرب غاية الغاية، دروك غادي نحل عليه وغادي تشوفو كيفاش غادي يجيكم القوام. شوفو البنات يجيكم داير الفقاعات قبل كاع ما قبل كاع ما يختمر. دونك هنايا غادي نخوض في هاد الزلافه ولا هاد البول كيما راكم تشوفوا. اللي كانت مقلقه وباغي تخدم به توتسويت ديره، واللي بصح من الاحسن انا نقول لكم زعما من الاحسن وما تخلوه يختمر واحد 10 مينوت ماكسيموم 10 مينوت 20 مينوت تقدري طيبيه من بعد باش يجيك غايه ويجيك مبوق غايه. وفعلا يعني هاد الوصفه تحمر الوجع. كانوا جاوا عندك لي زانفيتي تاعك ديريهم لو طوماطو اللي توجدي قهوتك، غير لو طوماطو توجدي القهوه ولا توجدي شي حاجه وتعاودي تولي ديريه. انا كيما راكم تشوفوا دروك غادي نغطيه كيما هكا ونخليه يريح غير واحد 10 مينوت ولا 20 مينوت ونعاود نولي لكم البنات وتشوفوا. غادي نقليه غادي نبدا نطيبه قدامكم وتشوفوا كيفاش يجي. يعني هذا البغري اللي راني نوريه لكم انا عندي معتمد، يعني ماشي خطرتي الاولى اللي راني نديره، هذا عندي نديره بخاس كل يوم. كيما نبغي ندير البغري تاعي نديره بهذه الطريقه ويجيني ناجح 100%. دوك قعدوا معايا البنات غادي من بعد نخليه شويه يختمر ونطلقوا من بعد ونبداو نطيبوا فيه. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا راني خليتها تخمر، خليتها واحد 20 مينوت ماكسيموم. وانا الا غادي نولي دروك غادي نخدمها معاكم تشوفوا كيفاش تجي. غادي نبدا نخدمها معاكم وتشوفوا كيفاش اول بغريره اللي غادي نديرها معاكم. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا دوك غادي نبدا معاكم اول بغريره. فوالا ندير جوج اون تيتلوش والمقله تاعي ونحطه وغادي تشوفوا بعينيكم كيفاش يجيكم البغرير. فوالا البنات قعدوا معايا هنا راني منقصه جوج الغاز شويه وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تبدا تتبقبق. شوفوا شوفوا غادي نقرب لكم غايه الغايه الكاميرا باش تشوفوا. شوفوا البغريره شوفوا الفقاعات كي تبدا تنقر. فوالا البنات كنت تشوفوا كي راهي دير طيب طيب غايه الغايه. فوالا البنات كيما راكم تشوفوها راهي بدات طيب. شوفوا فوالا راهي بدات تبقبق، يعني الفقاعات اللي ديرهم هادو ديغيكت غير تخلوها تخمر شويه وتبداو ديروها. راهي بدات نشوف معاكم كيما راكم تشوفوا هنا راهي نيشان ديغيكتومون، راه غير كيما درت عريت عليها بديت نطيب فيها. ها فقاعات تاعها نديرو شفتوها كي تجي تجي طايبه وتجي مليحه. غادي نوريكم كي غادي نحطها. شوفوا البنات ها هي طابت لي انايا
مالغري هكا نخاف للمقله باسكو عندي المقله غير صغيره كما راكم تشوفوا، انا نديرها غير في هذه المقالي صغار وغادي نوري لكم كيفاش تجي مره. شوف وتجي خفيفه خفيفه لواحد الدرجه. شوفوا البنات شوفوا لا كريب تاعكم كي تجي خفيفه، وشوفوا مره تجي طايبه. ابخي الحموريه كل واحد وكيفاش، انا ما نبغيهاش حمراء بزاف. وهنايا غادي ندي شويه تاع زبده وغادي ندير لها غير فتيته تاع زبده من الفوق. شوف غير هكا غير ابان وين ندهنها. شوفوا البنات شوفوا كيفاش تجي خفيفه، يعني هذه مجربه البنات ومجربتها 20 خطره والله يا البنات ما تندموا وتحمر لكم واحد الوجه ما تامنوش لسانكم. شوفوا كيفاش تجي البغريره، تجي ما شاء الله، والحاجه اللي فيها مليحه تجي خفيفه. غادي نكمل معكم البغريرات ونعاود نولد. شوفوا البنات هاي غادي نعاود نقلعها معكم. شوفوا كيفاش تجي فوالا تجي، وديروا لها شويه تاع زبده هكا غير حين وانت نديروا لها الزبده. يعني وصفه شوفوا البنات شوفوا البغرير يعني ناجحه. ابخي الحموريه كما قلت لكم نسبه الحموريه من تحت كل واحد وكيفاش يبغيها. انا غادي نكمل كاع البغرير تاعي ونطلقوا ان شاء الله ونوري لكم طريقه التقديم تاعها. وها هما دول بنيات بغريراتنا واجدين، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. شوفوا كيفاش جايين، ما عندي ما نقول، يودي وجدوا غير براد اتاي وقولوا بسم الله. شوفوا 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 البنيات شوفوا 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 كي شابين البنات. جربوهم والله غير سيوهم وقولوا لي في التعاليق. شوفوا شوفوا الهشاشه. شنقول لكم البنات ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، ما تنساوش باش تجربوها، وما تنساونيش البنات بلايك وابوني فو سي فوزيت با انكور ابوني، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه واحده اخرى. سلامه البنات، خليت لكم الراحه وسمحوا لي شهيتكم في الجنه. سلامه.